السلام عليكم. علينا أن نتعلم لغة البرمجة باللغة السودانية والثورة السودانية. طيب، ما محتاجين ننزل أي حاجة، بس هنمشي طوالي لجوجل، تكتب جوجل كولاب. انت طيب، جوجل كولاب اللي هو عبارة عن أقول لك شنو، ما عرفت أقول لك شنو صراحة، لكن على العموم جوجل كولاب هو عبارة عن environment أو عبارة عن بيئة ممكن تبرمج فيها بلغة بايثون بدون ما تحتاج لأي حاجة، بس يكون عندك إنترنت. فهنخش هتقرا، إذا تقرا عن كولاب وأي حاجة ممكن تقرا عنه، لكن إحنا ما نقرا عنه. فهنخش فايل نيو بايثون 3 نوت بوك، فهنمشي على النوت بوك طوالي. و أول حاجة هنعملها هنغير اسم النوت بوك، لأن اسم النوت بوك هنلقاه إنه عبارة عن، خليه يفتح، افتح. طيب هنلقاه عبارة عن انتايتل زيرو، فهنغيره لحاجة اسمها مثلا السودان ريفوليوشن. طيب لغات البرمجة كلها بتشترك في إنها في حاجات كثيرة مشتركة بيناتها، في حاجات كثيرة مختلفة بيناتها. فهنتعلم اللي هي أسهل لغة عندنا اللي هو لغة بايثون، ومن أكثر اللغة شيوعا حتى الآن. فأول حاجة هنعمل إن هنعملها إنه نشوف كيف ممكن يكون عندنا متغير. فمثلا إذا كان عندنا أول متغير اسمه السودان، هيساوي لنا 100، إذا افترض إن السودان كامل بيساوي 100، تمام. بعد ذاك هنفترض إنه الناس في السودان كان ما عندهم أي كلمة، فهنقوم نخلص 0. هنشوف بعد ذاك عندنا الكيزان في السودان كان بيساوي لنا 59% من السودان كان عبارة عن كيزان. بعد ذاك تاني عندك قبل الثورة كان عندك تجمع المهنيين السودانيين، سودانيز بروفيشن اسوسيشن، بيساوي لنا 1 بس، ما كان في حاجة كبيرة. عندك الدعم السريع الرابيد سيكيورتي فورس كان بيساوي لنا 5%. عندك قوى إعلان الحرية والتغيير بيساوي لنا نون، أصلا ما كانت. بعد ذلك عندك المجلس العسكري الانتقالي، نان برضو لأنه أصلا ما كان فيه. بعد ذلك عندك حمدوك، حمدوك كان بيساوي -100 لأنه أصلا كان كاره الحكومة. بعد ذلك عندك تاني من تاني، أيوة عندك المجلس السيادي الانتقالي هيساوي لك نان لأنه ذاته ما كان فيه تاني، فإذا نسيناه كده. خلينا نبدأ. عندك أول حاجة دي كده عملنا المتغيرات بتاعتنا، فهو حسي شغال كونكت مع السيرفر عشان يقوم يطبق لنا الحاجة دي، فقام قال لنا أوكي كل التغيرات محفوظة. خلينا نعمل برنت اللي هو دايت نطبع، ليش نو؟ ليه مثلا نشوف الكيزان كانوا عاملين كيف. الكيزان يا سيد كانوا مسويين 59. طيب أوكي ما مشكلة، دعينا نشوف قوى الإعلان الحرية والتغيير كان شنو. نكرر اللي أنا قاعدين، قوى الإعلان الحرية والتغيير ما في. طيب السيد حمدوك، السيد حمدوك -100. طيب أخيرا عندك عندك منو؟ عندك السودان، السودان دايما أبدا يصل 100. طيب تمام. بعدها حنيجي للحاجة اللي بعديها اللي هو مثلا إذا افترضنا إنه الكازان دي كانوا قاعدين كم؟ الكازان كانوا قاعدين لمدة 29 سنة، معناته 4 year in a range بين 1989 لحد 2019. عندك الكازان كانوا بيساووا لك 95، ما دايما لكن افترضنا كل الحالات. إذا عملنا هنا برنت للكيزان هيطبع لي 59 29 مرة، فدي كلها عبارة عن 95 95 95. لكن احنا هنقوم نطبعها مرة واحدة، بما ان احنا هنقوم نطبعها خارج اللوب بتاعنا. طيب فرض عبارة عن شنو؟ فرض عبارة عن دوارة، يعني بس بتمشي خلال الحياة دي. حسنا قلت لهم شنو؟ قلت لهم فور اي اللي هو بالنسبة للمتغير بتاعنا اي في الرينج بين 1989 لحد 2009،
الكيزان بيساوي لي 89 في النهاية حجم مطبع الكيزان المفروض يطبع لي 89 وحدة. print is not defined. هنا حطينا كابيتال، خلينا نعمل سمول. تمام، خلينا اخيرا نشوف if. طيب خلينا نفترض انه عندنا في سنة 2019 2018، طيب ان الاي هي بيساوي لنا 2018، وعندنا المنت بيساوي لنا الشهر بتاعنا بيساوي لنا خليه يساوي لنا شهر ديسمبر. طيب اللي حصل في الحالة دي شنو؟ قال لك if الايه بيساوي 2018، عمل شنو؟ تجمع المهنيين، بقى مشهور جدا، فتجمع المهنيين هنديه 30%، الكيزان هيتغلصوا عشان يبقوا لنا 65%، فعندنا الدعم السريع لسه 5%. تمام، لكن قول ليهم طيب في مشكلة، كيزان هنا ما حد يساوي. طيب المشكلة بتاعتنا حاسس شنو؟ إنه دايرين في شهر سنة 2019 في شهر أبريل كل الحاجة تتغير. طيب إذا كان عندنا الـ إيه بيساوي لنا 2019، عندنا الشهر بيساوي أبريل، قام قال لك إف الـ إيه بتساوي 2019، and في نفس الوقت المنت بيساوي لنا أبريل، الحكومة هتسقط، معناته الكيزان هيساوي صفر، تجمع المهنيين هيساوي كم؟ هيساوي 50. الناس لأنه لسه نحن الوقت ده كنا شغالين نعتل في المواضيع كلها، هيساوي احنا هنساوي 10، عندك كل الحرية والتغيير الوقت ده كانت طالعة، ولسه عندك الرابيد فورس سيكيورتي، رابيد سيكيورتي فورس هيساوي الباقي اللي هو دي كلهم هيساوي لنا 80، هاجي يسد الخانة بال أو هو هيسد الخانة ب15، وأخيرا هيجينا الـ MTC اللي هو ميزة انتقالة هيساوي لنا 5. في النهاية هنقوم نعمل برنت للكيزان وبرنت اللي هي مع المهنيين وللناس وللقوى الإعلام الحرية والتغيير الدعم السريع، وأخيرا الميزة الانتقالي. شو هذا شنو؟ وقال لك إن الكيزان بيساوي صفر، يجمع المهنيين 50، الناس 10، أقوى الحرية والتغيير 20، الدعم السريع 15، المجلس الانتقالي 5. وكده هنكون انتهينا من أول درس لنا، هم أول درس أول وآخر درس، وليلة سعيدة، ونشوفكم تاني، مع السلامة.